مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. Για φέρες πάνε γόνε φεύγω εις αέρον, αφαρέρον ουσο την έρωχα απ' τα σφαίρον, απ' τί τα τέναν την χαρίτα, αι ονούς εν τόπο, μάρν τώρα τε φαρέρον, εν φάι τώρα βαϊν εν τέπνον, εν χερίν εν γέν λόκ, ρεψα εις επενώτη. Προσευεξώστε, Ιαλά, Ευνή, σοίς ευνότητον του κράτος, ευβιώτη μεν σοίς ευνότητον σωτήρης ως πέρισος, να σκούρα και άρα παρέ πλεχά, ο μεν έκδε πλεχά ευαφή πλεχάρ, λεν να ξεθέρτενα, ο άντενα χαφεστενα, κόβελτενα ελέικα, εσσόχθα αλέινα, حضرتنا عطيت من هذه الساعة اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأب علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل توالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا حياة وقيام بطريركنا أنبات بطرس الثاني وشريكه بالخدمة الرسولية أبينا الطوباوي المكرم مطراننا الأنبا بخميوس وسادس وأن يغفر لنا خطايانا من أجل هذا
سوف نصرك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خلفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل شيء، مؤامرات الناس الأشرار، قيام العداء الخفيف والظاهر يزحى عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة ومواضعك المقدسة هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها. أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العالم. خلنا بتجربة لكنك بقول لي يا أبانا الذي في السماء خلص اسمه يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. أبينا الطباو المكرم حبر جليل أبونا وسيدنا الأنبا بخوميوس مطران البحيرة وتوابعها بكل الفرح يا سيدنا. قلوبنا النهاردة فعلا متهللة بمجرد ما سمعنا أن نيافتك حتباركنا وللمرة الثالثة في كنيستنا المباركة. الكل ينتظر نيافتك بكل الفرح بكل الحب اللي تلامس معاه كثير من الناس اللي هنا يا سيدنا، واللي نيافتك تعرفهم وتتذكرهم بالاسم، والحب اللي غمرتهم بيهم من أيام خدمتك في السودان، وما زلت برضو لحد الآن يا سيدنا وتذكرهم ويذكرون محبتك وأبوتك. عشان كده الكل كان مشتاق أن نيافتك تزورنا في برايتون. نحن مقدرين المرات اللي فات ووجود نيافتك وحضورك للعلاج، ولكن حرصك المرة دي يا سيدنا وتلبيتك للطلب شعب برايتون أن نيافتك تكون في وسطنا أكبر فرحة النهاردة وأكبر عيد فعلا أن احنا نيافتك تكون موجود معانا في وسطنا. أقول فرحة لا توصف، فرحة ليها سنين، 50 سنة من إحنا لسه صغيرين كنا سيدنا، بس لكن نسمع عن أبوة نيافتك من ما كنت في السودان وبعد السودان وبعد الرسام نيافتك كمطران للبحيرة. سيدنا إحنا عندنا النهاردة برنامج بسيط جدا، ولكن هو مجرد تعبير عن هذا الحب اللي أنت غمرتنا بيه، واللي أنت أقول تضحية أبوية إن نيافتك تتحمل كل تعب السفر وتجاتاجي عشان تباركنا في كنيستنا المباركة المتواضعة، ولكن النهاردة اللي بتكون أكبر كنيسة بتفخر بوجود صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس قائم المقام كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، والذي قاد الكنيسة فعلا بكل الحب بكل الحكمة بكل الرعاية بكل الأبوة بكل الحزم بكل النظام. كلمات تعبر يعجز اللسان أن يعبر بها، ولكن لم نشهد إحنا بس ككنيسة قبطية أرثوذكسية، ولكن العالم كله شهد لنيافتك في هذه الفترة اللي قدت فيها كنيسة. وقبل ما نيافتك تدخل لينا إحنا كنا رنمنا لأن تذكرنا الفترة العصيبة اللي مرت بها الكنيسة، ولكن نيافتك قدتها بهذه الحكمة فكانت كنيستنا كنيسة قوية وما زالت قوية. عشان كده رنمنا كنا كنيسة القبطية كنيسة الآباء قديمة قوية على مرمر العصور والأيام. عشان كده احنا فرحتنا النهاردة فعلا لا توصف، وبكل الحب بنقدم حاجة بسيطة يا سيدنا، وهو لحن الفضائل
كل الأعمار اللي بتشوفها نيافتك، من أصغر الأولاد والبنات إلى الشباب الكبار. وهذا اللحن فعلا يليق بنيافتك، وحافظين بيت مخصوص لنيافة أبينا الطباو المكرم الأنبا بخميس. هنسمع سيدنا وتباركم، وناخد هذه النعمة إن احنا يكون لينا الشرف إن احنا نعبر بلحن بسيط لنيافتك.
برافو. دايما بقول لهم دايما بقول لكم 10 على 10 10 تقول 10 10 على 10 10 على 10 وانتوا شطار خالص خالص خالص. قولوا كده معايا وانتوا شطار خالص خالص. انتوا اطفال حلوين وشطار خالص، وعلشان كده انا هتصور معاكو علشان اروح في مصر اقول لهم عاوزكم تعملوا زي الاطفال اللي في كنيسة برايتون. وطبعا كل ما سيدنا يجي تكونوا حافظين حاجة جديدة ليه تقولها له علشان يفرح بيكم، والكنيسة كلها تكون فرحانة، وبابا وماما فرحانين، والأبهات يكونوا كلهم فرحانين. أنتوا أولاد وبنات شطار خالص خالص، وتاخدوا 10 على إيه؟ ها؟ سيدنا، لعل كثير أو بعض الشعب الموجودين النهاردة بعض الشعب الموجودين النهاردة ما كانوش موجودين في فترة زيارة نيافتك لكنيستنا في مرتين، عشان كده احنا جهزنا فيديو بسيط يعيد لنا هذه الذكريات الحلوة. نيافتك كنت موجود معانا هنا، كان لسه حامل الأيقونات القديم سنة 98، وبعد ما تركب حامل الأيقونات الجديد ده يا سيدنا بعد سنة 2000 و2001، والمرة دي تعتبر زيارة تاريخية، ثالث زيارة لكنيستنا، عشان كده لعل الموجودين معانا هيكونوا شيشوفوا عيالهم أو هم نفسهم يكونوا قبل 9 سنين وقبل 11 سنة ست آسف 16 سنة وقبل 20 سنة، ويشوفوا النهاردة تتكرر هذه الزيارة مرة ثانية في لصاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بخميس.
باسم الكنيسة القبطية ومجمعها المقدس نودع على رجاء القيامة قداسة أبينا الحبيب راعي رعاتنا ورئيس رؤساء كهنتنا ومعلمنا وأبينا ثالث عشر الرسل قداسة أبينا الحبيب البابا شنودة الثالث نودعه على رجاء القيامة. إن كان الرب قد استخدمنا في الفترة الماضية لكي ما نتحمل مسؤولية العمل بصلواتكم وأصوامكم ومؤازرتكم الرب صنع معنا عظائم كثيرة إلى أن أتى بنا إلى هذا اليوم المبارك. يا أحبائي إن كنا تسلمنا مسؤولية الكنيسة إلا أننا نرجع إلى إبرشيتنا صغارا تحت أقدام قداسة أبينا الحبيب. أقولها من قلبي سأصير له ابنك وخادما تحت قدميه ونحن كلنا في المجمع المقدس نؤمن بالأبوة الروحية. ليس هناك صراع على السلطة في كنيستنا الكثيرين الذين انتهوا بالبابا شنودة. تعلمنا منهم الاتضاع، تعلمنا منهم الانسحاق
تعلمنا منهم خدمة غسل الأرجل، فنحن لا نهدف إلا لمجد ربنا يسوع المسيح وخدمة وطننا. سيدنا رجعنا بذكريات 20 سنة من أول زيارة لنيافتك معنا هنا، وإلى أن وصلنا فعلا للحظة التاريخية النهاردة، تاريخ لا ينسى في كنيستنا، يوم 7/7/2017 الزيارة التاريخية لأبينا الطباو المكرم نيافة حبر الجليل الأنبا بخميس. نحيي ونشكر الأخ بيتر اللي قام بتوزيع وتجميع هذا الفيديو. الأخ بيتر اتفضل. وطبعا لا ننسى معه زوجته الأخت ميرفت، المسؤولين عن اللجنة الإعلامية أو التصويرات والجانب الإعلامي كله في كنيستنا. تفضل أخ بيتر. سيدنا احنا عندنا حاجة بسيطة بهذه المناسبة، وهو إنابة عن أبينا الطباوي الأنبا بولا وإنابة عن أباء الكهنة. بنقدم حاجة بسيطة تذكار هذه الزيارة المناسبة لنيافتك لينا في كنيستنا المباركة. تفضل قدس أبونا منسة. من
باسم الشعب كله احنا بنقدم الهدية البسيطة دي إنابة عن الأنبا بولا الآباء الكهنة كل الشعب المحب الموجود معانا مجلس الكنيسة الإخوة الشمامسة الإخوة القدام بنقول يا سيدنا شرفتنا وباركتنا شرفتنا وباركتنا يا سيدنا وعندينا هدية بسيطة كمان لقدس أبونا تدرس استلمها من يافة سيدنا الأنبا بخميس أيضا بنشكر تعبه ووجوده معنا أيضا في هذه الرحلة المناسبة برنامجنا بسيط زي ما وعدناكم حاجة تعبير عن هذه الفرحة ودلوقتي جاء الوقت ان احنا نسمع كلمة منفعة وكلمة روحية من أبينا الطباو المكرم الأنبا بخميس مطران البحيرة في هذه الزيارة وفي هذه المناسبة بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمة ورحمة وبركته من الآن والأبد أمين نشكر إلهنا الصالح الذي أعطانا بركة الخدمة في هذه الكنيسة المباركة في هذا المساء المبارك قلبي يمتلئ بمشاعر الفرح لما تقدم الكنيسة هنا من خدمات كثيرة رأيتها وسمعت عنها الكثير أشكر الآباء الكهنة على دعوتهم لضعفنا لنوال هذه البركة أشكر الأراخنة والخدام والخادمات على هذه الدعوة أيضا وأقدم جزيل شكر ومحبتي لأخي الحبيب نيافة الأنبا بولا الذي تربطني به محبة كبيرة وأشكره على تعبه في خدمة هذه الكنيسة المباركة والجهد الذي يبذله من أجل مجد ربنا يسوع المسيح وقبل هذا كله يا أحبائي أنقل إليكم محبة وصلوات واهتمام قداسة أبينا الحبيب البابا تودروس الثاني الذي يصلي من أجلنا ويعتني بنا في كل أنحاء العالم ولا سيما أحبائنا في بلاد المهجر أرجو أن تسامحوني بسبب ظروفي الصحية في الكلمة والاستماع لكن بصلواتكم الله يعطي كلمة عند افتتاح الفم وتعزية لنا جميعا لكن قبل أن أبدأ التأمل أنا شعرت بفرح كبير جدا لخرس الأطفال والفتيان في التسبيح وحفظ الألحان القبطية وده اختبار مهم جدا يجب أن ينتشر في كل أنحاء الكنيسة في المهجر وفي الوطن أيضا أولادكم أولاد حلوين وشطار في طفل صغير مسك الدف استرعى التفاتي سنه كم سنة ده؟ كم؟ 6 سنين شاطر لكن بيقدم اللحن بالدف بتلقائية وأيضا بذكاء وبإتقان ربنا يبارك أولادكم وده دليل على الكنيسة بخير أولادها محافظين على تراثها في مصر وفي الخارج وأشكركم أنتم كآباء وأمهات على محبتكم للكنيسة والسعي نحو ربط أبنائكم
الكنيسة المقدسة. الأسرة عليها تأثير كبير جدا. أنا بشكر كل أب وكل أم على هذا المجهود. الأخوة المهتمين بالكورال، هذا الأخ وزوجته ربنا يباركهم، ولا شك أن ده مجهود كبير يستحق التقدير. ولما بلاحظ الأطفال في إتقانهم للألحان القبطية يأكد أن إحنا كنيستنا كنيسة لها تراث، وهذا التراث ينبغي أن نحافظ عليه. وعلشان كده في كل مكان نذهب إليه نقول إحنا أولاد الكنيسة القبطية بالإسكندرية. We are the children of the Coptic Orthodox Church of Alexandria in England. لكن we are at first the children of the Coptic Orthodox Church of Alexandria in UK, in USA, in any place we are. لكن نحافظ على هذا التراث. ومن الحاجات اللي بتفرحنا ان احنا في الكنيسة في المطن نحافظ على التراث القبطي باهتمام شديد، وخصوصا في هذه الأيام بقيادة البابا توادرس في التعرف على الآثار القبطية والاهتمام بعلم القبطيات. وله آثار كثيرة، من أخاها اكتشاف أديرة جديدة في صحراء جبل القلالي امتداد جبل شهيت، وخصوصا دير القديس مكاريوس السكندري وأديرة أخرى كثيرة. الاهتمام بالتراث القبطي نسلمه لأولادنا، لأن ده بيزود بيؤكد روح الانتماء. صحيح احنا بنتعرض لأمور تزيد ألامنا، لكن عاوز أقول لكم حاجة. الآلام اللي حصلت في الفترة الأخيرة سواء في كنيسة القديسين، في البطرسية، في طنطا، في اسكندرية، في ماسبيرو، في البلاد المختلفة لم تصنع أكثر من أن أزادت الأقباط إيمانا بإيمانهم. حتى الأطفال الصغيرين، أنتوا عارفين في حادثة دير أنبا صميم كانت مش تفجير، كان ضربة كده، ففي أطفال استخبوا تحت الكنبة وجم حكوا قصص بطولات طفل سنه 7-8 سنين يبص كده واحد بالمدفع يروح عامل له ايه كده عشان يبين له الصليب، طفل صغير. والأطفال أظهروا بطولات نعتز بيها. هذا هو إيمان كنيستنا. أولادكم تربيتكم الحلوة أزادتهم ارتباط بالإيمان، حفظتهم التسبيح والألحان القبطية. وعلشان كده هوت لما نقول كنيستنا قوية على مر السنين إحنا صادقين. وكل ما يحدث صحيح احنا بدوافعنا البشرية بنتألم، لكن ما تركه هذا الإرهاب في قلوبنا لا يزيدنا إلا إيمانا بمسيحيتنا وتثبيت أولادنا على الإيمان. ونقدم الشكر للأسرة المسيحية اللي ربت أولادها تربية مسيحية. وعاوز أقول لكم أنا بشكركم على مؤازرتكم، وإحنا بنحس بمشاعركم ناحية مصر والكنيسة القبطية في مصر، لكن بجوار ما بقى أنا بشكركم بأطمنكم على إخواتكم في
مصر ثابتين في الإيمان يحتملوا الآلام، ومهما كانت الآلام في شدتها إلا أنها تزيدنا ارتباطا بشخص ربنا يسوع المسيح. كل ده بنجمعه في وعاء واحد، وهو إيماننا بالعمل الرعوي المركز في كنيستنا، إيماننا بالاهتمام بالأسرة القبطية وارتباطها بالإيمان الحقيقي، وما يتركه هذا من أثر في حياة أولادنا. اطمنوا إخواتكم بخير، ولادكم بخير، كنيستكم بخير، لكن لازم أنا أقدم لكم الشكر وتقديرنا الكثير جدا ليكم، لأن احنا حاسين أنكم بتشاركوننا آلامنا، لكن هذه الآلام لم تخيفنا ولن تقلل من إيماننا. لكن عاوز أقول لكم حاجة في السر كده، إنها كرازة جديدة من نوع جديد في الكنيسة القبطية. يمكن بعضكم يعرف إن أنا مهتم بعلم الكرازة وخدمة الكرازة. هذه الأشياء وهذه الأحداث كرازة جديدة من نوع جديد في كنيستنا. العالم يمنعنا من الكرازة بالكلمة فنكرز بالألم ونكرز بالشهادة، الشهادة وفي اللغة العربية كلمة الشهادة معناها الاثنين واحد بالكلمة اللغة العربية، الشهادة بالكلمة والشهادة بالألم. لكن في اللغة الإنجليزية الشهادة بالكلمة witness وبالألم martyrdom، في اللغة العربية هي كلمة واحدة. احنا عندنا الwitness والmartyrdom بنعتز بيهم، والكنيسة بتاعتنا بتنمو كل يوم أكثر وأكثر، مش بمجهود شخصي ولا امتداح شخصي، ولكن صلواتكم وأصوامكم هي اللي عملت كده. في تعليق جاني دلوقتي استعراض في الأفلام بتاعت اختيار سيدنا البابا تواضروس ربنا يديله طولة العمر. ناس كتير بتسأل عملتوا ايه ده، يعني يمتدحوا مجهود، لكن عاوز اقول لكم حاجة، هذا ثمرت بصدق، يعني هذا ثمرت صلواتكم وأصوامكم. يعني تذكروا أن كل مرحلة بنعلن عن صوم 3 أيام. لما جينا في لجنة الترشيحات علشان نختار الخمسة أعلننا عن صوم وصلاة، لما جينا للانتخابات أعلننا عن إيه؟ صوم وصلاة، لما جينا نعلن عن القرعة أعلننا عن إيه؟ صوم وصلاة. في ناس قالوا لي احنا كنا في البيت وقدام التلفزيون، ما جوش مصر عشان يحضروا، يعني كان عدد طبعا محدود اللي بيحضر، قال احنا قدام التلفزيون مع الكنيسة نضرب مطنيات ونقول كيسون يا رب ارحم واختار يا رب. وكان العالم كله، العالم بحسب تقديري الشخصي وبحسب ما كلمني كثيرين، ليس بجهد إنسان ولا بحكمة إنسان، لكن كان الاختيار بعمل الروح القدس، يصوموا ويصلوا ويختاروا ويضعوا الأيادي ويرسلوا للخدمة. وده اللي كان بيحصل أيام اختيار سيدنا البابا تواضروس، ربنا يديله الصحة ويساعده في خدمته ويكلل مجهوداته واشتياقاته بالنجاح. وبحكم ان قرب منه اعرف اشتياقاته الكثيرة واهتماماته الكثيرة، وقد ايه هو مثقل بآلام الكنيسة
واشتياقات في نمو عمل الرب يسوع المسيح. بالنسبة لتأمل النهاردة، أنا الحقيقة بكون متأثر بالتقاءاتي مع أحبائي بألام كثيرة بيواجهوها، وأنا بشعر أن أكثر ما يساعدنا في مواجهة الآلام هي الوعود الإلهية. الوعود الإلهية، The Divine Promises، الوعد الإلهي. النهاردة أنا هقرأ لكم وعد، يمكن حد يكون سمعه قبل كده مني، لكن لأني لما باجي أو بزور إخوتنا، وخصوصا لما كنت بصحتي كنت بسافر كتير، دلوقتي لولا ما حبيتكم لولا قدرت أجي النهاردة، بهتم بالوعود الإلهية التي تلزم الإنسان في حياته. فالنهاردة حنقرأ وعد نتأمله، وهذا الوعد في سفر الرؤيا أصحاح 3. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، مش فيلادلفيا بتاعت أمريكا، فيلادلفيا اللي في آسيا الصغرى. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يعلم يفتح. أنا عارف أعمالك، ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي، والسبح للرب دائما أبديا. الوعد لملاك كنيسة فيلادلفيا. يبدو أنه هو كان ملاك الكنيسة اللي هو أسقفها، عنده اشتياقات كثيرة، عاوز يعمل خدمات كثيرة، لكن وجد أن قدامه صعوبات، فربنا بعته رسالة قال له هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود، قدمت الوعد. العود الإلهية تملأ الكتاب المقدس. في قاعدة بسميها قاعدة الوعود. العود الإلهية نتعلمها من الكتاب المقدس، نطلبها بالصلاة، نقبلها بالإيمان، نسعى إليها بالاجتهاد والعمل. يبقى أربع إيه؟ أربع خطوات. العود الإلهية نتعلمها منين؟ قولوا معايا؟ من الإنجيل، كتاب مقدس. لما نتعلم وعد إلهي من الإنجيل نطلبه بالصلاة، واحنا بنطلب بالصلاة يبقى عندنا إيمان ربنا هيحقق الوعد. مش معنى كده نروح ننام، بقى نشتغل علشان ربنا يستخدم عملنا في تحقيق الوعد. علشان كده قاعدة الوعود نتعلمها من الكتاب، نطلبها بالصلاة، ننالها بالإيمان، نسعى إليها بالاجتهاد. أربع إيه؟ خطبت. الوعد بتاع النهاردة لملاك كنيسة فيلادلفيا، لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. بيقول له أنا جعلت قدامك باب مفتوح ما يقدرش حد يقفله، طب ده أنا يا رب شايف الدنيا مقفلة، أروح أقدم على شغل الدنيا فيها، أقدم على فيزا الدنيا فيها،
أقدم على مشروع صعوبات. طب أنت بتقول أنا قعدت قدامك باب مفتوح لكن محدش يقدر يقفل، لكن أنا شايف الدنيا مقفلة. قال له بص، فيما أنت ترى الباب مغلق لكن وراءه باب مفتوح ولا يستطيع أحد أن يغلق. أديكم أمثلة من الكتاب المقدس. كلنا عارفين حكاية يوسف الصديق. يوسف الصديق كان محبوب من أسره من والديه، كان مطيع عفيف، إخواته غروا منه باعوه. طبعا يوسف لما باعوه قال له يا رب أنا عملت إيه علشان إخواتي يبيعوني ويقفلوا علي الباب، باب الحنان الأبوي والأم 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 والأمومة. بل ربنا يوشوشه كده قال له ما تخافش يا يوسف، لقد جعلت أمامك قولوا معايا بابا مفتوحا. بس أنا شايف الباب مقفول. قال له بس استنى، لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، حتى لو كان إخوتك الـ11 الكبار أيمن عليك مش هيقدروا عليك. وبعد كده اخواته باعوه للاسماعيليين وبرضه يوسف كان شايف ان هو قفلوا عليه باب ومش هيقدر يرجع لابوه. وبعد كده الاسماعيليين باعوه لفوتيفار وفوتيفار حطه في السجن، وشعر يوسف او راى العدو أن يوسف قد أغلق عليه الباب إلى الأبد. تخيلوا معي يوسف كده وهو في السجن في ظلمة السجن عمال يقول يا رب أنا عملت إيه تجيبني السجن ويقفلوا علي بهذه المتاريس. فراح ربنا قال له إيه، لا تخف يا يوسف، لقد جعلته لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يقدر إخواتك ولا الإسماعيليين ولا فوتيفار إن هم يقفلوه. ولاحظ الكتاب المقدس اختار عينات من 3 قوى كبيرة، قرايبه والاقتصاديين اللي هم بتوع ستوك ماركتس الأيام ديت، وبعد كده أصحاب السلطة السياسة فرعون، دول اتجمعوا كلهم على يوسف. هذا الشاب الصغير الذي ليس له أحد يسنده وهو في وسط الألم ربنا يقول له يوسف ما تخافش، لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع إخوتك ولا الإسماعيليين ولا فوتيفار، لا يستطيع القريبين منك شركائك في الشغل، الناس الاقتصاديين برؤوس أموالهم، السياسيين بكل ما لهم من قوة وضع القوانين لا يستطيع أن يصنعوا معك شيئا، لأنني قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلق. أنت كلنا مع بعض كده عندنا حاسين بحاجة إن الباب مقفول قدامنا، مقفول في وظيفة، مقفول في فيزا، مقفول في مشوار مهم. إحنا لا نسلم أنفسنا لمخاوف العالم، لكن نقول له يا ربي نحن نؤمن أنك تجعل أمامنا بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلق. بس المشوار أخذ من يوسف من سن 17 لسن 30، يعني قعد كم سنة؟ 13 سنة، يعني عاوز طول البال. انتظر الرب فهو قريب. موسى
الطفل البريء ده عمل ايه؟ ده كل مشكلته انه اتولد من ابوين عبرانيين، امه حطته في سبت في النيل، وطبعا في وسط الشوك الموج عماله تضرب فيه تجيبه يمين وشمال، وموسى لما الموجة تضربه يقول يا رب بس انا عملت ايه علشان الموجة تعمل فيا كده، ربنا يوشوشه يقول له ما تخافش يا موسى لقد جعلت امامك ايه باب مفتوح. فين الباب المفتوح ده يا رب؟ ده انا حغرق. قال له استنى بس انتظر، الشوكة تدخل فيه تهريه. انت يا رب مش حاسس بالشوكة اللي داخله في جسمي؟ ما تخافش، استحمل الشوكة دي لان انا موضب لك باب مفتوح. كويس. بعد كده بنت فرعون تيجي تاخده تسميه موسى المنتشر من الماء، وتاخده معها بالقصر. عاوزك تتخيل معايا وهي داخل القصر وفرعون شايفها شايله ايه يا بنت ده اللي جايباه؟ قصوا يا بابا لقيته واد شكله حلو كده قلت اجيبه العب بيه. تلعب بيه ايه؟ ده انا قلت يموت. فرعون يقول يموت وبنت تقول ايه؟ لا ده انا عاوزاه. البنت كسبت في الاخر وخلت موسى اللي كان معرض ان هو يموت. القرار اللي طلعه فرعون علشان موسى يموت هو القرار اللي دخله ايه؟ القصر. ولو ما كانش فرعون طلع قرار بموت اطفال العبرانيين ما كانش هيحطوا اهله في النهر، وما كانش هيدخل بيت فرعون. لكن فيما كان فرعون يصنع مكيدة لكي ما يتخلص من فرعون من موسى، أتاري ربنا بيستخدم القرار دهوت علشان يفتح باب القصر لموسى ويتعلم كل حكمة المصريين ويعرف ازاي يدخل بيت فرعون وازاي يتكلم مع الملك ويقول له ايه اطلق شعبي ليعبد الرب بايه وحرية. ربنا بيقول لموسى لقد جعلت امامك ايه بابا مفتوحا. اوعى تسلم ان الباب المقفول هيستمر بالايمان. ما انا قلت نصلي نتعلم الوعد من الكتاب ونصلي به ونقبله بالايمان. اصل هو لو احنا ما امناش ان موسى ربنا بيعمل معاه خير عمرنا ما هنصدق ان القرار بتاع فرعون ده كان عشان يخليه قائد لشعب. ما هو موسى دخل بيت فرعون قعد 40 سنة في بيت فرعون اتعلم كل حكمة المصريين، و40 سنة في البرية يتدرب على القيادة، و40 سنة يقود الشعب. ما هو حياة موسى 3 40ات، الـ40 الأولى في قصر فرعون يتعلم حكمة المصريين عشان يعرف يقول لهم أنا عاوز أطلق شعبي ليعبد الرب بحرية. الـ40 الثانية يتدرب على الحياة القاسية والقيادة، والـ40 الثالثة إزاي يقود شعب الله. ربنا بيعمل ده كله ليه؟ بيقول له يا موسى ما تخافش لقد جعلت أمامك وأمام شعبك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. حتى دانيال كان كله مشكلته إيه؟ إن هو بيعبد الرب، الوزراء اللي راح وشوا بيه وقالوا للملك ده بيعبد إله غير إلهك، وكان طبعا قرر إن كان هيتحط في الجب. الملك كان يحبه لكن ملك كلام الملوك ما يتردش، حطه في الجب وقفل عليه الجب. طبعا الوزراء كانوا متصورين ان هو قفلوا على دانيال و
وانتهت قصة دانيال. هم فوق شمتنين وتحت في الجب ربنا بيشتغل. يجي الأسد ده، اسمع يا أسد نمرة واحد، انت عليك تسلي دانيال علشان ما يزعش، والأسد الثاني انت تنام كده علشان يجي يتك عليك، والثالث يلحس فيه علشان ما يخافش. وابتدى ربنا يشغل كل الأسود اللي في الجب علشان يعملوا ايه؟ يطمنوا دانيال. فوق شمتنين وتحت ربنا عمال يعمل ايه؟ يوصل أسود. لو احنا تخيلنا دانيال بيتعاتب ربنا يقول له يا رب انا عملت ايه؟ يقول له ربنا يا دانيال ما تخافش، لقد جعلت امامك ايه؟ بابا مفتوحا لا يستطيع كل الوزراء ان هم يفروا عليك. الصبحية الملك كان بيحب دانيال، رايح يترحم عليه. يا دانيال يا دانيال، العش الى الابد ايها الملك، مش ربنا ياخدك علشان انت ظلمتني، لا، عش الى الابد انك انت عطتني اختبار عمري ما كنت هتصوره. انا اسعد ليله في حياه دانيال الليله اللي قضاها مع مين؟ مع الاسود في الجب، واحد عايش في وسط اسود وبيلعبوه. ده احنا بنروح نتفرج على الجول، اسد بندفع فلوس عشان نتفرج عليه، دول كانوا قاعدين معاها يسلوه ويرحبوا بيه. ويجي الملك ويرى دانيال يقول عش الى الابد ايها الملك، لانك انت في هذه الليله اعطيتني ان اختبر اختبار عظيم جدا. قال له ربنا لقد جعلت امامك يا دانيال بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه، لا الملك ولا الوزراء. وطبعا قصه دانيال عارفينها، بعد كده ربنا خلاه الاول في المملكه وتمجد الرب عليه. الكنيسه بتاعتنا، الكنيسه الاولى كانوا ياتوا المؤمنين الى ساحات الشهاده، الراحه الناس اللي رايحين يبيدوا المؤمنين يرجعوا مؤمنين. ما هو احد وسائل النشر الايمان كان في الكنيسه الاولى ان المضطهدين نفسهم امنوا بالسيد المسيح. الكسندرا اللي كانت زوجة الامبراطور ايام الشهيد مريجاجس امنت بالمسيح. لقد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. وعد مهم جدا. بص يا حبيبي، لو حسيت ان في باب مقفول قدامك اوعى احذر ان تزور نفسك، لكن حط امامك الاختبار ده. انت يا رب اعطيتني وعد، قلت لي لقد جعلت امامك بابا مفتوحا لا يستطيع احد ان يغلقه. محدش يقدر يفهم، انك انت اللي فتحت. وزي ما يقول في بيت الايه، لانه يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. ربنا قوي. يا مناس يعني بقابل ناس في بلاد كتيره، قال فلان انت هنا بتعمل ايه؟ لا الحمد لله نشكر ربنا، ربنا جابني هنا، وبعد ما الدنيا اتقفلت في وشي في حتت كتيره ربنا فتح لي الباب هنا، ونشكر ربنا على نعمته عليا. ناس كتير اختبروا هذا الاختبار، مش نظري، عمليا. الوعود الالهيه اتعلمها من الكتاب. عشان كده وانت بتقرا الانجيل لما تلاقي وعد اكتبه، هتلاقي في وعد جاي على الجرح بتاعك النهارده. ربنا بعت رسالة شخصية ليك النهاردة، شخصية ليك النهاردة، اكتبه واحفظه وصلي بيه وآمن ان ربنا هيكمله. بعد مش كده نروح ننام بقى، لا نشتغل نجاهد ان احنا نحقق الوعد.
بيقول له لأن لك قوة يسيرة. ثلاث شروط بقى. واحد يقول نشكر ربنا، ربنا بعت رسالة احنا هنطمن وحنام. يقول له لا ما تنامش. ربنا قال له انا جعلت امامك بابا مفتوحا فيستطيع عدم ملكه لان لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ثلاث حاجات يسموها شروط اتفاق. قوة يسيرة يقصد بها ايه؟ احساسك بالضعف مش كبرياء. لا اصل انا راجل واصل، اصل انا مسنود، انا يعني اعرف انفذ، يعني في انفذ في الحديد. وتلاقي عباراته مليئة بالايه؟ مليئة بايه؟ بالكبرياء. قالوا لا، اشعر دائما ان قوتك يسيرة. انا يا رب من انا؟ انا لا استطيع ان اصنع شيء، لكن استطيع كل شيء في المسيح يسوع. لكن انا عن نفسي لا استطيع ان اصنع شيء. اتضاع الانسان، حياة الاتضاع، تسليم، لان لك قوة يسيرة. انا لا اعتمد على نفسي يا رب، ولا اثق في نفسي اكثر مما ينبغي. انا ثقتي في نفسي نابعة من ثقتي فيك. انا ادراكي لان اعمل شيء انك انت الذي تستطيع ان تعينني. لذلك بقدر ما نقول ان قوتنا يسيرة، بقدر ما نشعر ان الرب يستطيع ان يسندنا ويعمل فينا. لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي. حفظ الكلمة نقراها ونعيش فيها، كلمة ربنا. ما هو مهم جدا ان اللي عاوز يختبر قوة الوعود، يختبر قوة الوعود يحفظ كلمة ربنا، يقرا كلمة ربنا، يحفظها فكرا وسلوكا. احنا مهم جدا انه كلمة ربنا نواظب على هدايتها ونحفظها في السلوك وفي الفكر. في حكاية دايما بقولها، مش عارف اذا كنت قلتها هنا، بقولها. مرة أبونا راح يزور جماعة ناس طيبين زيكم كده، قال لهم يا أولاد هاتوا الإنجيل عشان نقرأ الإنجيل. ما هو زيارة الكاهن لازم تكون فيها قراية إنجيل في البيت في الافتقاد. فقعدوا يدوروا على الإنجيل في المكتب، في الدرج، على الترابيزة، في الصالون، مش لاقيين. ما فين؟ دايو الإنجيل مستخبي مكان بعيد. فقالوا له يا ابونا لقينا الانجيل اهو. فدي انجيل جديد كده مذهب حلو من ايام عم من ايام جده ولسه منشي يعني. فابونا بيفتح الانجيل كده قال لهم الله يا اولاد ده انا لقيت في الانجيل بقص. قالوا له يا ابونا كتر خيرك، ده احنا بقالنا ثلاث سنين بندور على البقص ده. فهم ايه؟ فتنوا على نفسهم. لا، ما تحطش في الانجيل مقص، افتحه كل يوم قدامك. ها؟ كلمه ربنا، كلمه الله سراج لرجل كلامك ونور لسبيلك. مزمور 119 بيتكلم عن بركه الكتاب المقدس. اقرا مزمور 119 في صلاه نص الليل، اقرا وافتكر، هتلاقي فيه كلمات قويه ومعزيه جدا. لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت إيه؟ كلمتي ولم تنكر اسمي. الشهادة للمسيح زي ما كنت بتكلم في الأول. الأطفال يشهدوا للمسيح، الشباب يشهد للمسيح، يشهد للمسيح بالكلمة ويشهد للمسيح بالسلوك.
يشهد المسيح بالقدوة، يشهد المسيح باحتمال الألم. ما هو الشهادة للمسيح ضرورة إنجيلية، الشهادة للمسيح ضرورة إنجيلية. تكونون لي شهودا، مش لو حبيته، لا لازم تكونوا لي شهودا. فإحنا ربنا بعتنا هنا لكي نشهد للمسيح. ساعات أقعد كده مع نفسي، وانتوا عارفين بتربطنا بولادنا محبة كبيرة، وبنبقى موجودين في بلد واحدة يعني فرحانين ببعض بعمل المسيح في حياتنا. وبعد كان ده كل واحد راح في بلد. ساعات كده الواحد يقول له يا رب ليه تسمع بالحكاية دي؟ يروح الواحد يسمع صوت خفي، لقد سمحت أن ينتشر أولادي في العالم لكي ما يكونوا إيه؟ يكونوا إيه؟ شهودا. إحنا هنا ربنا يفتح لكم باب الرزق، يبارك أولادكم ويتعلموا تعليم كويس وتعيشوا عيشة كويسة، لكن برضو إحنا هنا علينا مسؤولية الشهادة للمسيح. المجتمع اللي إحنا عايشين فيه هنا حبايبي مجتمع يحتاج إلى الأطفال الصغيرين دول اللي بيرتلوا بيحفظوا الألحان وبيبذلوا مجهود فيها. يحتاج الأطفال دول لما يكبروا يعلموا الشهادة للمسيح. مش بيصعب عليك إن مكان عبادة يتحول إلى ملهى أو أي حاجة؟ مش بتزعل؟ بيصعب عليك؟ أنت مسؤوليتك الشهادة للمسيح. أقل حاجة لما تلاقي بيت ربنا تبع أي طائفة من الطائف بيستعملوه في حاجة، هيستعملوه في حاجة تانية مش كويسة، قول لا ده ما ينفعش. واحد يقول مين هيسمع كلام؟ لا هيسمعوا كلام. أصل هقول لك حاجة، ما هو إلي النبي جاله إحساس في يوم من الأيام إن هو بقى لوحده، ما حدش يسمع كلامه. وقال له ربنا، اللي ربنا قال له بتعمل هنا ايه؟ قال له يا رب هدموا مذابحك وقتلوا انبيائك وبقيت انا ايه؟ وحدي. احنا ساعات بنفتكر احنا بينا وحدنا هنا، لا اعوذك حالك، هناك 7000 ركبة لم تقتل البعل، دور عليهم. يمكن في واحد محتاج ان يسمع منك كلمة ربنا موجود، الله يصنع بقوة، وممكن يحول الشر الذي يحيط بمجتمعات كثيرة إلى خير. الشهادة للمسيح، بنشهد بقدوتنا، نحافظ على كلامنا، شكلنا، عفتنا، نشهد بالكلمة، كلمة الرب قوية، نشهد بالخدمة، اخدم المجتمع. يعني عاوز أقول حاجة مهمة، ربنا يبارككم، أنتوا خير للعالم كله. ربنا جابكم هنا أو في كل دول العالم لأنه الله له قصد أن تكونوا لي شهودا وتكونون لي شهودا. اوعى تقول إن أنا صغير أو أنا صغيرة، لا. اوعى تقول إن إحنا ما ننفعش، لا. أنتوا تقدروا تعملوا حاجات كتيرة، تشهدوا للمسيح، وشهادتكم للمسيح تفتح الأبواب المغلقة الكثيرة. وأنا بشعر ودايما بتكلم في النقطة دي لما أكون في كنائس المهجر، أن من أهم أعمال الكنيسة القبطية في هذا الزمن الشهادة للمسيح في كل مكان نذهب إليه. الشهادة بالكلمة كلام كويس، الشهادة بالقدوة نبقى قدوة كويسة، شكلنا كويس، أمناء كويس، الشهادة بالخدمة نخدم
محبة المجتمعات اللي احنا موجودين فيها الشهادة باحتمال الألم كلها أمور تؤكد روح الشهادة الحقيقية. قال له هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد. ها حفظت الآية دي؟ احفظوها. لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ربنا يدينا اختبار وعد الباب ايه؟ الباب الايه؟ المفتوح. اوعى تفتكر ان الدنيا مقفلة قدامك، ممكن يحصل انه يحصل حاجة يطلع قانون اي حاجة يفتكر واحد الدنيا مقفولة، لكن ربنا هيفتح حاجات كتير كده. لكن احنا بنصلي بنؤمن بنتعلم، وبنصلي وبنؤمن وبنجاهد، والاربع خطوات دول يخلوك تتمتع ببركه ايه؟ وعود كثيره. الله صادق في وعوده، الله قوي في قدرته على ان يكمل ارادته في حياتنا. علشان كده هوت نصلي ان ربنا يدينا بركه هذا الوعد، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين. احنا نشكر سيدنا خالص سيدنا على تعب محبتك لينا، ربنا يخليك لينا بالرغم من سيدنا ظروفه المرضية، لكن أصر ان هو يجينا ويدينا كل البركة والنعم. سيدنا لسه الصبح كنا بنتكلم معاه انه كان بعيد ذكرياته في الخدمة في السودان، ولسه احنا كنا صغيرين خالص، كان بيتذكرنا ويذكر أهالينا ويتذكر كل واحد فينا باسمه، ويعرف كل واحد باسمه وشغله وكل حاجة. ده يدل انه شعب السودان دايما يا سيدنا في قلبك وفي عقلك وفي ذهنك دايما. وطبعا الاخوة المصريين شبعانين من يافتك طبعا في مصر كتير، وبياخدوا بركتك دايما وابدا. سيدنا حيسلم على كل واحد ويدي كل واحد بركة. قلت سابونا حنا برضه حمسك النظام كالمعتاد، وحيورينا ازاي حنمشي عشان ما يكونش في ضغط على سيدنا كتير عشان صحته. كل سنة طيبين، تفضلوا نصلي. من الليل ويادك سابت ريك ايوك اغيبنا ماتي كان انكايك استصون استونيون امين تنو شابون انقو اموز جو بنشا ايسوس بخريستوس اسمو اني اير انتدف اسموني موهم افيار واسموني سيتي نمني سيمار ابك ناين امتكيني وين سبتمبر كلاوس ستيمون اوون اينا ناكيك تشيت خاري سموي سستيمت اوي بنتمتشي said خلو انت ياكوب بينو غنا انت ماتو صالة بك تيتصد بنت دافيتي صوفيا انت صوت لو من بيهم نما براك ليتم فيهتا فيهج نيابو ستولو سبشو سفي عريبو خنب طاو ويرد فن بنيوت الطايوت العشيرس بابا فتا ودروس نم بنيوت متروبوليتيس افا باخوم يوسف نوت انت ادفه فتاقرو يجنو اثرو نوزلان ميشن روم بني مانسي هنيريني يكون انت افتب يوهدو جنغو طبع برستو سارية كنت فكان النوفي نعني بوخي نو إيريني كتاب من اشتنا كريا لايسون كريا لايسون كريا فلون إيسون أمي اسمو إيرو اسمو إيرو استيمة طنيا كوني أفلكم بيسمو بركتهم مقدسة ونعمتهم قوتهم هبتهم محبتهم وعونتهم تكون معنا امين بخريستوس بنوتي امين اسشو. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك. محبة الله الاب ونعمة ابنه الوحيد شركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم وتبارككم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.